السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شباب؟ عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. ما تنسوش تصلوا على سيدنا الخالق محمد صلى الله عليه وسلم. تحدي النهارده هيكون نجم الغلاف وولي سكول. شباب، اللاعب طبعا هو قصير، العيب الوحيد في الكارت، انما كل حاجة في الكارت رهيبة. المهارة 4 وقدم ضعيفة بتاعته 5. التقاطع بتاعته مرعبة مرعبة، كارت صراحة مرعب. التقاطع بتاعته رهيبة، هو كمان ايكون يعني يتناغم معاك مع اي حد في النادي. وكمان حاجة رهيبة، بيلعب في 3 مراكز، سي ام وسي ام وسي دي ام، ده حاجة كويسة دي في الكارت. السرعة بتاعته كويسة، 93، تسديد 94، تمرير 96، مرمى 92، دفاع 92، وبدني 93. 93 بدني وقصير، يعني تلاقي حاجة كويسة. عنده تدخلات قوية، دي حاجة كويسة في اللاعب. تعال نشوف سمات اللاعب، الحاجات اللي ده انا بقول لك على التدخلات القويه دي، احسن حاجه في اللاعب في وسط الملعب، خط وسط الملعب، عنده صانع العاب كويس ولاعب فريق. انا تحط له شرط الكابتن انه يبقى معاك خرافي جدا. اول حاجه، مرر 12 تمريره حاسمه بلاعب انجليزي في سكواد باتر ريفلز فوت، في اي حاجه هيجي لك لاعبين، حزمه لاعبين، وكمان خبره 300. سجل 3 اهداف في مستوى صعوبه، يعني ب3 اهداف، اي 3 اهداف بلاعب من مان يونايتد ممكن تعمله في مباراه واحده عادي. ده بالنسبه في شرح عمل وفي شرح نظري. طبعا ده الشرح النظري اللي احنا قلناه، مر 3 تمريرات حاسمها بكرات بين ثرو، اعمل ثرو من بين لاعبين، ده بالنسبه لتحدد ده. ولا سجل ومرر بلاعب في مباراه واحده بخط وسط ملعب، يعني تلعب واحد نص ملعب وتسجل بيه ويتمرر. فوز في 10 مباريات، ولازم يكون معاك 3 لاعب انجليزي في التشكيله الاساسيه. طب احنا عملنا الشغل النظري، عايز بقى اعمل ايه بقى عشان اقدر استخدم او اعمل حل التحدي ده؟ هتضغط ثرو عشان تروح على طول مباشر للسكواد باتل، ده ابسط حاجه ممكن نعمل. هات اختار التشكيله، اضعف تشكيله، هما الاثنين اللي فوق دول بيكون اضعف تشكيلتين في بعدين نعمل نصف محترف. وصلت النصف المحترف، تعال بقى نحط اللعيبه اللي هنقدر نخلص بيها التحدي. هتعمل بحث عادي وتروح على الانجليز وتختار 3 لعيبه انجليز. هنختار وولكر ولامبرد وميلنر، طبعا دول ال3 لعيبه اللي ممكن اعملهم، بس عايز اشوف واحد يخلص لي التحدي من قدام، يعني يكون معايا مهاجم. يعني هختار ممكن لينكر ده او ناخد الاستاذ ده ونشوف مولر. طبعا دول 3 لاعبين الانجليز اللي هم عايزهم، عايز احط 3 لاعبين انجليز، وكمان دوري انجليزي عايز واحد من مان يونايتد. انا هروح دلوقتي ادور على واحد مان يونايتد في الفريق بتاعي. يعني انت هتلاقي اللعيبه دي ممكن يكون مختلف عندك عادي جدا، فتختار. انا اختار فريد، يعتبر ده افضل واحد عشان يخلص لي التحدي بكل سهوله. مش لازم فريد عندك يكون لاعب تاني، ممكن تختار انتوني عادي مثلا، لو عندك انتوني مثلا او اي حد. بص اللعيبه بتاعتك بقى، حطينا وولكر مدافع ولامبرد ادي واحد، ادي كده 2 انجليز، لسه ناقص واحد. يعني عايز 3 انجليز وواحد دوري، واحد دوري ايطالي او واحد دوري انجليزي اللي هو مان يونايتد. طبعا ممكن احط فريد قدام عشان اخلص التحدي ده، بس ممكن عشان نخلص التحدي ممكن يكون عندك لاعب مختلف، مفيش مشكله. هختار بس لاعب كمان دوري انجليزي عشان يكتمل معايا ال3 لاعبين الانجليز اللي محتاجهم. ادي كده يعتبر 3 لاعب انجليز وواحد من مانشستر يونايتد. وكده وصلنا لنهايه الفيديو، ما تنساش تعمل لايك واشتراك، ده حاجه مهمه جدا يا شباب. سلام عليكم.